السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. عارف كلمة التوقع؟ يعني عارف لما بتدعي الله سبحانه وتعالى وتتوقع الإجابة بتكون حاجة رائعة لأنك متوقع فعلا الإجابة. أي حاجة تتوقعها لما بنتكلم في قوانين الميتافيزيقا يقول لك إن عقل الإنسان زي المغناطيس، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك هتبص تلاقيها بتتحقق شويه شويه من غير ما تحس. لان مثلا هقول لك حاجه، هل عمرك نزلت في مكان والمكان ده كان زحمه جدا وكان معاك سيارتك؟ وطبعا في ناس كتير مش متوقع اطلاقا ممكن يلاقي مكان للسياره، لكن انت كنت متوقع تلاقي مكان، هل لقيت؟ دي توقعات. هل ممكن انت تكون متوقع الفشل وتلاقي نفسك فشلت، او متوقع نجاح تلاقي نفسك نجحت؟ هل متوقع تشوف حد وتشوفه؟ لو حصل مثلا والتليفون رن عندك بالليل الساعة 2 بالليل، يا ترى توقعاتك تكون عاملة ازاي؟ في محاضرة محاضراتي كنت بسأل السؤال ده، بصيت لقيت ان في سيدة قالت لك لو التليفون يرن بالليل معنى كده ان في حاجة وحشة جدا حصلت. وفعلا من ضمن القصص اللي بنحكيها تبص تلاقي ان التليفون رن الساعة 2 بالليل، قامت على طول الزوجة بدأت تبكي ان في مشكلة هتحصل، في مشكلة متأكدة، والدي اخذوه المستشفى لانه فعلا امبارح بالليل كان تعبان، وقعدت شغالة على كده، الاولاد صحوا هما كمان وكانوا عمالين يعيطوا، جده تعبان، جده راح المستشفى، واخيرا الراجل لهم ثانيه واحده راح رافع سماعه التليفون طلعت النمره غلط. فتبص تلاقي الانسان ممكن يجني نفسه بتوقعات سلبيه مقدما. هقول لك حاجه، لو انت ماشي مثلا بسيارتك عادي وراك سياره شرطه، يا ترى توقعاتك ايه؟ هدوس لقلبك عمال يدق وتنفسك راح واسنانك نزلت في ركابك، وبعدين شويه تلاقي عربيه شرطه راحت معديه من جنبك ولكن في حاجه. فليه الناس بتتوقع السلبيات مقدما؟ لان اكثر من 80% هنتكلم فيها بالتفصيل في التحدث مع الذات، اكثر من 80% من التحدث مع الذات تفكير سلبي للاسف الشديد، هقول لك بعد كده بالتفصيل الحاجات دي. مثلا ضمن التوقعات واحد اسمه ديفيد كازن، الراجل ده كان نيورو سيرجن، دكتور متخصص في جراحه المخ، هو نفسه من كتر ما عالج ناس بالسرطان توقع ان يكون عنده سرطان. تخيل ايه اللي حصل؟ مات بالسرطان. في شخص كان بيكلمني في تليفونه وقال لي دكتور انا كل يوم الساعه 3:30 الظهر بالظبط بيجي لي صداع، فديت له ميعاد الساعه 3 وشفت هيحصل ايه. فكل شويه لي دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، والساعه 3:30 فجر حالي الصداع جه. قلت له يا ترى ايه السبب؟ طبعا توقعاته، كان متوقع يجي له صداع كل يوم الساعه 3:30، فبيقول للمخ استراتيجي ان انا كل يوم الساعه 3:30 بيجي لي صداع في الحته دي. المخ مش عارف غير كده، المخ عايز اتجاه وعايز زمن وعايز مكان ويدي لك بالظبط اللي انت عايزه. فلما يجي يفكر في حكايه التوقعات، في توأم 6 سنين، واحد فيهم كان سلبي جدا والتاني كان ايجابي جدا، حطوا الاثنين في غرفتين مختلفتين، طبعا بعد ما اخذوا اذن الاب والام. واحد فيهم الايجابي حطوا له تقريبا ولا حاجه، يا دوب علبه فاضيه وفيها شويه قش كده، وسابوه لوحده وقفلوا عليه الباب لمده نص ساعه. اما الثاني اللي هو السلبي حطوا له كل حاجه اي طفل يتمناها، حطوا له لعب، حطوا له بالونات، حطوا له بونبوني، حطوا له كل شيء، قفلوا الباب لمده نص ساعه. بعد نص ساعة بدأوا يشوفوا البحث حكايته ايه، فبدأوا يدوروا على الطفل الصغير اللي هو كان سلبي اللي هو بيبكي. قالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم لأني خايف. طب ما تلعب مع العب بكل الحاجات اللي عندك دي. قال لك مو هكسرها، طب العب بالبالونة هفرقعها، طب كل البونبوني هبوظ سناني. كان عنده القدرة في السن الصغيرة دي ان يلاقي حاجات سلبية في أي حاجة إيجابية. راحوا للتاني اللي هو إيجابي، ما كانش عنده حاجة إطلاقا، لكن كان عنده طاقة عالية، عمال يقلب في العلبة الفاضية وعمال يقلب في القش، وبعدين بيقولوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انتوا ما تقدروش تضحكوا عليا، طالما في القش ده كله وفي العلبة دي يبقى ضروري في ارنب في مكان ما. تصور عمال يدور على الارنب ومفيش حاجة خالص. الانسان الايجابي باستمرار بيقدر يلاقي الحاجات الايجابية في اي شيء مهما كان تحديها في الدنيا، والانسان السلبي مهما كانت الحاجة ايجابية يدور على الحاجة السلبية اللي جواها ويجن نفسه. فممكن انت يكون عندك دوافع وعندك طاقة ممتازة وعندك مهارات وتحطها في الفعل، لكن سلبي، لو سلبي مش هتحقق حاجة اطلاقا لانك بتفكر في السلبيات. انت عارف مسكوا توأم، التوأم دول كان عندهم حوالي 22 سنة، مسكوهم بيسرقوا سيارات. لما مسكوهم وحطوهم في السجن وبعدين بيسألوهم انتوا سرقتوا ليه؟ قالت لهم تعرفوا لأن ماما قالت لنا انتوا في يوم من الأيام هتنتهوا في السجن، فما كناش عايزين
نخليها تزعل. فطبعا احنا دلوقتي في السجن لان هتكونوا حرامية وهتطلعوا في السجن. فالانسان ممكن يكون عنده توقعات من الاخرين، وهكلمكم دلوقتي على عدد التوقعات المختلفة. اي حاجة تتوقعها، خد بالك من اللي انا هقوله كويس جدا دلوقتي، اي حاجة تتوقعها يعني كده بتفكر فيها وتحط معها شعورك وحسيسك وتكررها اكتر من مرة، بتبقى اعتقاد في العقل اللاواعي. يعني معنى كده ان اي حاجة تتوقعها هتبدأ تشوف منها كتير. لو انت مثلا بتفكر في السيارة هتبدأ تشوف السيارة دي في كل حتة. التوقع الايجابي بيخليك تشوف حاجات ايجابية في كل حتة، التوقع السلبي بيخليك تشوف حاجات سلبية وباستمرار. هقول لك حاجة، انا كان عندي صديق موجود في مونتريال كان مدير عام فندق من الفنادق. بعد 3 أشهر اترفض. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت متوقع، كانت مسألة وقت. يعني هو كان متوقع يترفض. واحد بيبدأ في اي حاجة متوقع الفشل فهيفشل، لو متوقع النجاح هتبص لها كل تفكيرك كل مواردك كل طاقتك بتجه في اتجاه التوقع الايجابي. التوقع في منتهى القوة وفي منتهى الخطورة. الانسان يبقى عارف هو عايز ايه، ده ممتاز، لكن يتوقع انه ينجح فيها. التوقع انك تنجح فيها بتلاقي طاقتك نفسها طاقة ايجابية، تلاقي نفسك تشوف باستمرار الشمس اللي هتيجي متوقعها بعد الغيام، بتشوف باستمرار الراحة النفسية بعد الأعصاب المشدودة. الشخص باستمرار يتوقع الحاجات الإيجابية في حياته. ففي 4 أصناف من أصناف التوقع. أول توقع، توقعك أنت من نفسك. يا ترى أنت بتتوقع من نفسك؟ يا ترى متوقع أنك تنجح؟ متوقع أن أنت إنسان إيجابي؟ متوقع أن مهما حصل برضو هتنجح؟ متوقع أن مهما حصل برضو هتكون سعيد؟ فتوقعك لنفسك في منتهى القوة ومن أهم أصناف التوقع. تاني حاجة، توقعك من الآخرين، توقعاتك من الآخرين. متوقع من الآخرين يقولوا لك حاجات معينة. يعني مثلا صديق لك قال لك أنا حاجة زورك الساعة 3 وما جاش. طالما أنت متوقع حاجة تحصل وما حصلتش هتحس بإحساس سلبي. هسألك سؤال، هل ممكن تنزل عشان تدور سيارتك وانت متوقع تماما إنها هتشتغل من أول مرة وبعدين ما تشتغلش ما تدورش، هتحس بإيه؟ هتحس هتلاقي نفسك متضايق. طبعا في ناس كتير يضرب العربيه بالشلوط، قال يعني لما اضربها هتفهم وهتدور. فتبص تلاقي حاجه بالمنظر ده، طالما توقعك سلبي او توقعك انت متوقع حاجه واحده بس، لو ما حصلتش تلاقي نفسك تعبان. عشان كده لازم يكون عندك توقعات في حاجات كتير. انت تقول لو حصل السياره ما اشتغلتش اعمل ايه تاني، وهنتكلم في المرونه بالتفصيل، يكون عندك مرونه. فالتوقع، توقعك لنفسك، توقعاتك انت نفسك للآخرين. ما تتوقعش من الآخرين حاجات كتير، ولو توقعت منهم توقع منهم الخير باستمرار، هنتكلم فيها برضو بتفصيل بعد كده. فتوقعك انت لنفسك لازم يكون إيجابي، توقعك من الناس لازم يكون إيجابي ويكون ممتاز. لأن افتكر باستمرار، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. يعني الشخص بيتعامل معاك بيكلمك بسلوك، لكن وراء هذا السلوك في نية إيجابية. لو ركزت على النية هتلاقي نفسك تبقى من أقوى الناس في فن الاتصال. لو ركزت فقط على السلوك هتخش قدامه بسلوك وهتبدأ تدافع عن نفسك والشخص هو كمان يدافع عن نفسه. فتوقعاتك من نفسك مهمة جدا، توقعاتك من الآخرين مهمة جدا، وبعدين توقعات الآخرين منك أنت. أنت عارف وإحنا كنا لسه صغيرين والأب والأم يبص للطفل يقول له أنت عمرك ما هتنجح، أنت هتبقى فاشل، دي توقعات. فممكن جدا تخلي الطفل الصغير اللي من اول 7 سنين، واحكي لكم عليها في البرمجة الذاتية، اول 7 سنين بتتكون حوالي 90% من قيمه. 90% لو الاب والام يكلموا الابن بالاسلوب ده، انت فاشل عمرك ما هتنجح، انا عارف ان انت زي ابوك غبي وكسلان. لما تكون زعلانة طبعا من الاب، لما توصل للمرحلة دي تلاقي الشخص نفسه عامل ازاي، بيطلع عنده توقعات انه هيفشل، لان توقعات بابا وماما بالنسبه له هم انه فاشل. فتوقعات الاخرين منك انت في منتهى القوه، خصوصا لو كان الشخص بيتوقع حاجات منك انت يكون عنده قدره شويه او عنده سلطه عليك. طبعا يكون مثلا ممكن يكون اب وام، يكون مدرس، يكون صديق انت بتحترمه، يكون حد من عيله بتحترمه، يكون محاضر، اي حد بالنسبه لك انت له احترام عالي يقول لك حاجه فيها توقع ممكن جدا توصلك لمرحله انك تنجح في حياتك او لا. انا كان عندي مدرس الانجليزي مثلا كان يخش يقول لي انا متوقع ان انت هتبقى من احسن الناس، واي حد يقول حاجه كويسه في الانجليزي يسميه حسني. ليه؟ هو كده قال، يعني حسني ده اللقب بتاع الناجحين. فيقول لي قول من 1 لـ10 بالانجليزي، تقول لهم بالانجليزي، قول لي برافو، سقفوا له حسني، انا كنت متوقع انك هتقولهم. طبعا طول الليل يتروح البيت يقولوا لك يا ابراهيم، تقول لا انت ما تعرفوش انا اسمي ايه دلوقتي، انا حسني، انا متميز، قلت من 1 لـ10 بالانجليزي. لان توقعاته بالنسبه لنا خلتنا كلنا
في الفصل 39 من 40، كان كلنا فوق 90%. لما تيجي المدرس تاني، مدرس مثلا المدرس الاحياء ولا، وبعدين يقول لك انتوا كلكم خايبين، ما انتوش هتنجحوا، فطبعا كلنا بنسقط في الاخر. ايه السبب؟ لان في رابط اتربط مع هذا الشخص بتوقعاته السلبيه، خلتني انا كمان اشعر ان التوقعات بالنسبه لحد مهم وصلتني للفشل. فخد بالك من اربع توقعات دول: توقعاتك من نفسك، توقعاتك من الاخرين، توقعات الاخرين منك، وبعدين التوقعات اللي انت بتحطها في اهدافك. لما تيجي تقول انا توقعات الناس مني مهمه جدا بالنسبه لي، طبعا ستقابل احباط تام، لان طالما حد يقول لك انا متوقع انك تفشل وبعدين تصدقه، يبقى عنده حق لما تفشل، لانه هو حطك في موقف انت اشتريت منه، لكن مش مفروض. عشان كده بقول لك باستمرار، اراء الناس بالنسبه لك مجرد اراء، ما تاخدهاش تبقى حقيقه بالنسبه لك، ده مجرد راي، وده مش انت بالتفصيل. لازم تاخد الراي ده وتحلله وتاخد منه النيه الايجابيه وتشتغل بيها. تعرف لما حد يقول لك مثلا، هل عمرك شفت حد يبص لك كده في وشك يقول لك انت شكلك تعبان النهارده؟ بتحس بايه؟ شكلك تعبان. تلاقي ناس شكلي تعبان، وفعلا عنده حق، يروح يبص في المرايه، انا شكلي تعبان، لان شخص بص لك وخلاك تتبرمج باسلوب بص لك من الخارج، وانت متوقع من الشخص ده انه يقول لك حاجات كويسه، وانت متوقع من الشخص ده انه ممتاز. فلو قال لك حاجه سلبيه وصدقتها هتعيش على هذا الاساس. عشان كده التوقعات من ضمن الحاجات المهمه جدا الانسان يعيش بيها. تعال نشوف، التوقع بيسبب حاجه اسمها الانجذاب. لما تتوقع اي شيء بينجذب اليك بقانون الانجذاب. فلو انا متوقع حاجه بتحصل لي بتحصل. تعرفوا في حاجه عجيبه جدا، كنا مسافرين في حته في بلد من بلاد الاجنبيه عشان خاطر نقضي الصيف هناك، ومش عارف ليه كان عندي احساس داخلي واحنا راجعين على البيت السرق، مع ان المنطقه دي منطقه فيها احراسه قويه جدا. مثلا انا عندي في بيتي في بيوت تانية كتير في فيلا، كلها حته سكنيه للاسر، واحنا راجعين لقيت البيت مسروق. حد يقول لي معقوله؟ اه معقوله. لما تدرس الطاقه البشريه هتلاقي ان انا بعت طاقه للجو، الجو ده وصل لناس معينه حسبتها لك بطريقه بسيطه جدا. هل ممكن تكون بتفكر في شخص وتلاقيه يفكر فيك؟ هل ممكن تكون بتكلم على حد وتلاقيه بيتصل بيك في تليفون؟ واحنا نسميها توارد الخواطر. الكلام ده كان زمان حكايه توارد الخواطر، دلوقتي في حاجه اسمها الطاقه البشريه، ان اي حاجه تفكر فيها بتفكر فيك، اي حاجه تبعت لها طاقه بتبعت لك طاقه، وبتفكر فيك من نفس النوع، وده قانون الانجذاب. يعني معنى كده لو بتفكر في حد بطريقه سلبيه بيفكر فيك بطريقه سلبيه. فانا بعت للحراميه اللي موجودين في المنطقه بتاعتنا طاقه، بيتي فاطي، روحوا سرقوه، فسرقوه. ولما رجعت قلت الله. اقول لك حاجه، مثلا قاعدين في محل المحلات اللي هي الهامبرجر وبتاع، واخدين ولادنا نانسي ونرمين كانوا لسه صغيرين، وبعدين انا وانا قاعد توقعت نانسي توقع اللبن على نفسها، توقعت متوقع ومركز عليها ومستني، وفي الاخر راحت موقعه لبن. وانت مش تاخدي بالك، ما انا السبب. مثلا ابن طالع على السلالم وبعدين والدته تقول له اوعى تقع، يروح واقع، لان خليته يركز على انه ممكن يقع. زي ما حد تقول له والله ايه اخبار الشغل، يقول لك مفيش مشكله. طالما قال لك مفيش مشكله خلاك تركز على المشكله. طب لو مفيش مشكله بتتكلم على المشاكل ليه؟ تقول لي كله كويس، ما تقوليش في مشاكل. التوقعات في منتهى الخطوره، في منتهى القوه. خد بالك دلوقتي، انت عندك امل، حولته لهدف، عندك دوافع، بقى عندك طاقه عاليه جدا تدعم الدوافع، عندك مهارات ممتازه وحطيتها فعلا في الفعل لغايه هنا كويس جدا، لكن توقعاتك لازم تكون ايجابيه ان انت فعلا هتنجح، لان لو التوقعات سلبيه مش هتنجح. انت عارف ممكن اتنين يكونوا بيصطادوا، واحد بيصطاد في مكان والتاني جنبه بيصطاد في نفس المكان، واحد فيهم بيصطاد باستمرار وعمال يطلع سمك والتاني لا. هتلاقي السبب، لو سالت كل واحد فيهم هتلاقي اللي جواه يقول لك انا متوقع الإجابة، أنا متوقع النجاح، متوقع إن في سمك كتير، وتاني يقول لك إيه ده؟ مفيش ولا سمكة، لأنه متوقع إن مفيش ولا سمكة، مش متوقع إنه ينجح إطلاقًا. عشان كده تعال نرجع في التوقع تاني من أول وجديد. أولًا توقعاتك لأي شيء بتبعت ذبذبات للطاقة نفسها، بترجع لك بانجذاب من نفس النوع، فأي حاجة تتوقعها بترجع لك من نفس النوع. خد بالك، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وأحاسيسك بترجع لك من نفس النوع. لو متوقع إن شخص معين هيعاملك بطريقة معينة، أنت نفسك جاهز إنه يعاملك بهذه الطريقة، وبعدين تقول شفت أهو بنفس الطريقة دي. عشان كده أول حاجة عايز تعملها توقع الخير من نفسك، توقع الخير من نفسك، توقع انك انت نفسك تنجز، توقع انك انت نفسك مهما حصل برضه هتنجح، مهما حصل برضه هتوصل لاعلى، برضه هتاخد الامل وتحطه في الفعل، وطول ما انت ماشي
متوقع الإجابات، متوقع الصح، متوقع النجاح، متوقع الإنجاز. وغير كده عايزك تتوقع الخير من أفراد عائلتك، توقع الخير من أفراد عائلتك. فأنت بقولك توقع الخير أول من نفسك، توقع الخير من أفراد العيلة. يعني مثلا لما تقول أولادي عملوا حاجة معينة، توقع منهم الخير. أنت ممكن توقعك لوحده يكون دافع رائع لما تقول لابنك أنا متوقع أنك تكون ممتاز، أنا متوقع أنك تكون رائع. دي لوحدها لما تقول لابنك أنا متوقع أنك تكون ممتاز، التوقع ده يخليه يحس أنه هو عايز يوصل عشان خاطر يحقق لك اللي انت بتطلبه منه، لان انت متوقع ان هو يكون كويس. فتوقعك له في منتهى القوة، توقع الخير من اولادك. ومهما حصل خليك مرن في اسلوبك، ما تبقاش عنيف انك توصل لرام. شوف انا قلت لك لان انا كنت عارف هيحصل لك كذا، او عارف انك هتفشل، خد بالك الحاجات دي في منتهى الخطورة. توقع الخير من نفسك، توقع الخير من افراد العيلة عندك، توقع الخير من الناس، توقع الخير من كل الناس. وانت بتتعامل مع الناس مش معنى كده ان الواحد يقولك انا ماشي يعني ما كنش حريص، لا خليك حريص، ولكن في نفس الوقت تتوقع الخير من الناس. لما انت بتشتغل مع ناس تتوقع ان شخص هيتعامل معك بطريقة كويسة، بتركز على الايجابيات، ما تركز على السلوك. لا، حتى لو حد كلمك كلمة وكانت وانت فسرتها بادراك معين بانها سلبية، خد بالك انا قلت قبل كده وراء كل سلوك توجد نية ايجابية، وراء كل سلوك توجد نية ايجابية. فركز على النيات وركز على الرسالة نفسها، مش تركز على السلوك. هدي لك مثال بسيط. أنا مثلا كنت في بلد من البلاد وكان فيه يمكن أكثر من 1000 شخص، وبعدين شاب من الموجودين في الصالة جالي وقال لي على فكرة يا دكتور اللي أنت قلته في منتهى الغباء. يعني أنا كان ممكن أقول له إيه اللي جابك هنا، أكلم سكيورتي طلعوا برا. فأنا قلت ألعب معاه شوية، قلت له عرفت إزاي؟ عرفت ازاي؟ انت تعرفني بقالك نص ساعه، عرفت في نص ساعه عرفت ان انا غبي، انا هنيك الحقيقه، بس قول لي ايه اللي وصلك لكده؟ قال لي اصل قلت كذا وكذا وكذا. قلت له انا اقصدها بالاسلوب ده، باسلوب تاني خالص، هل ده يناسبك؟ راح ماشي ورجع لي تاني قال لي انا اسف. وده قوه الاتصال مع الاخرين. فانا توقعت من الشخص ان عنده رساله، انا عايز اعرف الرساله دي، ما خدتش منه السلوك، فركزت فقط على الرساله. والرساله دي باستمرار هتكون رساله ليها معنى غير السلوك. الكلام نفسه لا يمثل اي شيء في الاتصال، الكلام لا يمثل اكثر من 7%. حد قال لك مهما قال ولا تساوي حاجه اطلاقا، لان اتقالت لك لا شعوريا، فقال كلام مبني على ادراكه للاشياء اللي هو ليس له اي دعوه اطلاقا بيك انت. عشان كده ركز على النيات. فانت لما بتشتغل مع الناس باستمرار اتعلم وخلي عندك حب استطلاع، روح ابعد من السلوك. عشان كده لما تركز وانت بتعمل مع الناس اي حاجه ركز على نياتهم. فتوقع الخير من نفسك، توقع الايجابيات لنفسك، توقع الخير لافراد عيلتك، توقع الايجابيات من افراد عيلتك، وتوقع الخير من الناس، وتوقع الايجابيات منهم. على فكره حتى لو كان في حاجه سلبيه وتقول لي بس الشخص اللي قدامي سلبي، ما فيش حاجه اسمها شخص سلبي، هو في سلوك معين عند هذا الشخص انت ركزت عليه وقررت انه سلبي. عشان كده تقول شايف انا لما اتعامل معاه متوقع مقدما انه هيعاملني بنفس الطريقه، لان انت بتفكر بنفس الطريقه وانت توقعت منه عاملك كده، فانت بعدت نفس الطاقه وانجذبت ليك من نفس النوع. عشان كده مهم جدا وانت بتتعامل مع الناس خد بالك انت بتفكر فيهم ازاي، لان التوقع بيوصل للانجذاب، والانجذاب بيرجع لك نفس الطاقه من نفس النوع. فالطريقه اللي انت بتفكر فيها في الاخرين بيفكروا فيك بنفس النوع وبنفس الطريقه. انا هقول لك حاجه، لو مثلا عندك، انتوا عارفين العنكبوت وعنده بيت العنكبوت، لو رحت بيت العنكبوت وخبطت في اول البيت ورحت في الاخر وحطيت صبعك هتلاقيه بيرن بنفس الطريقه. مثل بسيط تاني، لو عندك اتنين بيانو مختلفين تماما عن بعض محطوطين في نفس الغرفه، ولو حطيت ايدك مثلا على مفتاح السي، روح المفتاح السي التاني هتلاقيه بيرن. ايه اللي حصل؟ مع ان محدش ضربه هناك، محدش ضرب عليه، لان المفتاح ده ضرب اللي زيه هناك. عشان كده الافكار اللي بتفكر فيها من الناس بتبعت لهم الذبذبه وبترجع لك من نفس النوع. لما تفكر في حد بطريقه سلبيه بيفكر فيك بطريقه سلبيه، لما تفكر في الحياه انها سلبيه الحياه هترجع لك بطريقه سلبيه. عارف اما تخش في مكان ويكون في صدى الصوت وانت بتتكلم ويطلع لك تاني صدى الصوت، بالظبط كده في الطاقه البشريه. والطاقه ملهاش حدود وملهاش ولا زمان ولا مكان، اي حاجه تبعتها للجو ترجع لك تاني من نفس النوع. عشان كده باستمرار توقع الإجابة، توقع القدرات، توقع أن تكون رائع. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.